بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. راح نبدأ إن شاء الله سلسلة حل تمارين في لغة الجافا. في كل درس راح يتضمن مسألة أو تمرين في لغة الجافا. في درس اليوم راح نتعلم كيفية عمل برنامج لحساب تسارع جسيم. نفتح على بيئة العمل الإيكليبس ونبدأ بإنشاء مشروع فايل نيو جافا بروجكت. نسمي المشروع مثلا acceleration التسارع مثلا. finish acceleration، نحذف الموديل انفو، نضيف package acceleration، نضيف class. تمام، اسم الكلاس وليكن ACC public static void finish. تمام، نبدأ بإنشاء المشروع. طبعا دائما فكر بطريقة انه شوف البرنامج ايش محتاج منك بيانات، واعمل المتغيرات اللازمة لحفظ البيانات. طبعا برنامج لحساب التسارع محتاج مني السرعة الأولى والسرعة الثانية والوقت ومتغير حتى أحفظ فيه القيم التسارع. طيب أنا محتاج مثلا integer speed 1، integer speed 1، integer speed 2. تمام، نضيف كومنت مثلا this is speed which is gonna be used. هاي السرعة اللي راح نستخدمها. طيب نضيف مثلا متغير نسميه integer speed، راح يكون في راح نحفظ فيه عبارة عن فرق السرعة، السرعة الثانية ناقص السرعة الأولى. راح نبدأ بتشغيل المتغيرات. كيف يعني تشغيل المتغيرات؟ يعني نعطيهم قيم، مثلا speed 1 equal السرعة الأولى كانت 20 مثلا، speed 2 كانت 50 أو الأولى كانت 100. تمام، مثلا دي speed equal فرق السرعة عبارة عن speed 1 speed 2 ناقص speed 1. تمام، الآن هاي العملية اسمها initialization for variable، تعريف المتغيرات وتشغيلهم. initializing of variable. تمام، احنا الآن شغلنا المتغيرات. لو مثلا اخذنا system dot out dot print len وحكيت له يطبع دي speed، يطبع لي فرق السرعة. نعمل run نشوف اذا البرنامج شغال او لا. اوكي تمام، هو طبع فرق السرعة، السرعة الثانية ناقص السرعة الأولى كانت سرعة التسارع مثلا بالسالب، ولتكن مثلا 200. تمام، الآن فرق السرعة 100. طيب نعرف مثلا integer ACC اللي هو acceleration التسارع اللي راح نحفظ فيه القيم. integer
تايم الوقت مثلا ايكوال 2. راح نوضع القيم سي سي ايكوال راح تساوي اللي هي فرق السرعة على اللي هو التايم. نوضعها بين اقواس. تمام، التسارع معروف هو فرق السرعة على الزمن. فاحنا محتاجين منه بس اللي هو showing، نكتب مثلا comment showing result، نظهر القيم system dot out dot print then اطبع لي مثلا التسارع acc. نعمل run. تمام، الان هو هذا هو فرق السرعة. مثلا نكتب لو اعطينا مثلا بين كوتيشن دلتا سبيد ايكوال زائد المتغير، مثلا اعطينا اكس ريشن ايكوال، نضعها طبعا بين كوتيشن حتى نعرف الكومبايلر انها نص سترينج. تمام، حتى تجمع بين سترينج ومتغير الجمع، إشارة الجمع. نعمل ران نشوف الكومبايلر. تمام، فرق السرعة 100، التسارع عبارة عن 50. طبعا برنامج بسيط جدا لحساب التسارع، بتمنى انكم استفدتوا منه ويعطيكم ألف عافية.